السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء وقبل ما نبدأ خبرنا اليوم ياريت تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا كلنا شفنا الأزمة اللي مر بيها أبو جبل واللي حصل أمس بعد مباراة الوداد المغربي من بعض جماهير نادي الزمالك ونزلنا الفيديو لحظة التعدي على أبو جبل والاشتباك بالأيدي معه والسباب والكلام ده كله آه وطبعا انبهرت من كتر جمال الاخلاق بتاع الجزائريين اكتر ناس وقفت مع ابو جبل في الازمة دي هم الجزائريين والتعليقات قدامكو بسم الله ما شاء الله بصراحة ناس يعني الواحد مش عارف يقول عليهم ايه كل يوم وكل مدى بيزيد حب للناس المحترمة دي ويزيد احترام ليهم بجد ناس محترمة آه وطبعا الكل زعلان لان دي آه عيب عليهم دي مش روح رياضيه فعلا عيب عليهم هو واحد او اتنين من الجماهير هو اللي عمل المشكله دي بس طبعا في هجوم ناري وهجوم جامد على ابو جبل من الجماهير على السوشيال ميديا يعني مش واحد ولا اتنين اللي هم اللي عملوا كده لا في ناس فعلا بتهاجمه بعد كل خساره ومحملينه الخساره ونسيوا ايام ما كان سبب في الفوز امام الكاميرون الكاميرون اللي هو معروف قد ايه ان هو مش قليل وكان طبعا ابو جبل كان السبب الرئيسي في كان كام ركل جزاء تصدى ليها ابو جبل مش فاكره كانوا ثلاثه او اربعه ركلات جزاء أبو جبل تصدى ليهم خلى بتوع الكاميرون فعلا يبكوا فمش عارفة بصراحة يعني كم مباراة الأخرانيين حملوا الخسارة وبعدين في تصريحات من الزمالك وحاجات غريبة بس بجد الشعب الجميل الشعب الراقي التعليقات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي الواحد مش عارف يقولي الواحد يشكركم جدا يا محترمين انتوا فعلا ناس محترمة جدا وربنا يديم ما بيننا المعروف خاوة خاوة للأبد ان شاء الله شعب الجزائر والشعب المصري خاوة خاوة مفيش اي حاجة هتفرقنا و على فكره عايزه بارك لكم عشان النسب الجديد ابتسام زيد والجزائري عندكم الف مليون مبروك وان شاء الله العلاقه بين الجزائر ومصر دايما مستديمه بالود والحب والمحبه مفيش اي حاجه هتفرق الجزائر عن مصر ان شاء الله ولا اي حاجه هتفرق اي دوله عربيه عن اخرى لان احنا امه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم احنا مين اللي خلقنا هو ربنا ربنا واحد اللي خلقنا جميعا احنا كلنا واحد كلنا خاوه خاوه كلنا أمة واحده ربنا يديم الحب والود بينا واشكركم بالزاف بالزاف علي تعليقاتكم الجميله جدا دمتم بامان الله والسلام عليكم